طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في البورصة العقارية، نستهلها بالأخبار. أفصحت وزارة العدل عن ارتفاع عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 44 ألف صفقة بقيمة بلغت 5 مليارات و200 مليون ريال خلال العام الماضي، مؤكدة أهمية التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيا لنجاح عملية الإفراغ آليا. ووفقا لدليل أصدرته الوزارة عن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، أن عملية الإفراغ تلغى تلقائيا في حال لم يتم قبول الطلب من قبل المشتري في غضون 3 أيام. وقعت الوطنية للإسكان اتفاقية تعاون مشترك مع صندوق التنمية العقارية بهدف تقديم خدمات الفحص الفني والهندسي من خلال برنامج البناء المستدام لضمان جودة الإنشاءات وتحسين كفاءتها وسلامتها. كشف برنامج الأراضي البيضاء عن صرف 2 ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات في أكثر من 80 مشروعاً سكنياً في مختلف مدن المملكة من بداية البرنامج حتى نهاية العام الماضي. وأوضح البرنامج أن الرسوم أسهمت في تمكين أكثر من 285 ألف أسرة سعودية منذ إطلاق البرنامج من الحصول على الخيارات السكنية الملائمة لها من أراض ووحدات سكنية في عدد من مدن ومناطق المملكة. من خلال المؤشر العقاري لوزارة العدل نقارن لكم الحركة العقارية في أعلى أحياء مدن منطقة مكة المكرمة في الصفقات العقارية في الأراضي السكنية تحديداً خلال الربع الرابع من عام 2021، وهو حي جوهرة العروس بجدة الذي سجل 570 صفقة عقارية وقدر متوسط سعر العقار فيها ب 379 ألفاً و822 ريالا بمتوسط سعر المتر المربع الذي يبلغ 524 ريال، فيما سجل الحي في نفس الربع من عام 2020 793 صفقة عقارية في الأراضي السكنية بلغ متوسط سعر العقار فيها 271 ألفا و544 ريالا بمتوسط سعر المتر المربع والذي يقدر ب 393 ريال. نهاية حلقتنا اليوم، شكرا على كرم المتابعة، دمتم في رعاية الله.